أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة في أعمال منتدى حوار المنامة، والذي يعكس حرصها على تأكيد حضورها في مثل هذه الملتقيات الهامة التي تعنى بقضايا الأمن الإقليمي والدولي. وتطرق سموه حفظه الله خلال لقاءاته في إطار منتدى حوار المنامة مع كل من سعادة السيد سلام حماد وزير الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسعادة السيد يوسف عمراني مكلف بمهمة الديوان الملكي بالمملكة المغربية الشقيقة، وسعادة الدكتور محمد مالكي بن عثمان كبير وزراء الدولة لشؤون الخارجية والدفاع بجمهورية سنغافورة، والفريق الركن الشيخ عبد الله النواف الصباح نائب رئيس هيئة الأركان، والشيخ ثامر العلي الصباح رئيس جهاز الأمن الوطني بدولة الكويت الشقيقة، كلا على حدة إلى تأكيد الالتزام الدولي المشترك في تعزيز الاستقرار والأمن ومحاربة الإيديولوجيات المتطرفة وحماية المجتمعات منها.